ويلا صباح خير. ايش الهليكوبتر هذا اللي فوق بيتنا؟ ولا ربدي يا ولد، هذا يدورني هذا. بوليس. اوه انزل لو ابوك جاب رجال انزل. الله ما حولك احد. واضح ان الرشاش ما يوصل. يلا ما عليه. كويس هذا اللي انتبهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب على اساس المقدمة الحماسية هذه. اشكركم على دعمكم في الحلقة الأولى، وصلنا قرابة ال 200 لايك، واتمنى هذه الحلقة بعد. I'm hungry. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. نحيف. ما يدرون عضلته. Tacos again? Hell no. Chicken, man. No discussion. Okay, القصة مصممة انه يكون ضعيف في بداية اللعبة، وانا مخرب ابو الشغلة مدخل كلمة سر من اول السلسلة. اوكي اخي المشنات شكلها رهيب والله. يحاولون يمتلونه. ايوه سبحان الله الموت اللي بغيته. اجلدوهم. حرقنا ابو الموتر. اوه الحريق. لا لا شوفوا بس دخلوا شو اسمه حارتنا وجلدناهم. رحلة خفيفة مع الشباب. طيب وين الاكل؟ اوكي قامت بسلام. اوصل بيته. سموك اوكي الدب هذا. اوكي هذا بيته. ايه ذكرها ذكرتها بالقراد اللي وراه. ريسبكت. 200 دولار يا زين. المشنات اللي كذا حياة بسيطة. ادري يا شباب قلت لكم بحاول اختم سريع سريع كذا، فخلونا نركز على التختيم لانه في شغلات كثير تجي على طريقك فما ودي انشغل فيها. خلاص نبدل الموتر يا ابوي. اوكي من هذا اللي يتصل اللي الغى علي المشن. توني منزلك. يوه يا الجيم يا شباب ايام. مش شايفين العضلات هذه كلها اللي خربت الجسم فيها؟ ما علينا نسحب على الجيم الحين لانه مش الرئيسي. خلنا نشوف المشن. هذا ما وصلت قبل شوي. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? نجيب لنا شوية أسلحة يا شباب، لأن العصابة الحين يفتقرون الجانب السلاحي. That's not good, man. غيروا لي الموتر أخيرا. حليلة. بس لازم تهج. شوف اللفة مدروسة يا شباب، تشوفون هناك؟ الله يستر. وصلنا يا شباب. سوكت اللقطة قبل شوي. ايش الاهبل هذا؟ Hey pops, hey what's happening? Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we here. هذا ذكرني براسل يا شباب اللي تابعوا سلسلة بولي. كاريزما المجنونة كذا. شيت مزبل الاسلحة كلها في درام الزبالة هذا. ولا يعلمني على التصويب. عيب عليكم والله، عيب عليكم يا اخي. انا ما كذا. في واحد كان دائما يكتب لي كومنت يا اخي نبي نشوف ايمك يلعب ببجي يا اخي والله. ما هو بهين الدب والله. Check out special agent Big Smoke. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. الحين رجعوا يقولون لي بيب. اول كان بيتش. استغفر الله. هذا كله بس يختبرني والله عيب. Speak. Why ain't seeing your colors yet? You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a beagle right from the gym in Gatton. Go get yourself some green. Okay. عصابة الجروب الخضراء. What? من اللي كان يرمي علي؟ ها؟ في احد بعد؟ اقول لكم يا شباب والله ما ودي رافع يدي من هناك، يعرف اني بجي بصدمه. فمثل ما قلت لكم يا شباب والله ما ودي انشغل يعني كثير عن المشنات،
نشترنا شوية خضار كذا نمثل فيه العصابة. توقع الطقم كذا أفضل شيء. Thanks everything 99 cent. كذابين والله قصبوني. يا شباب شايفين تأثير المطر على الموتر؟ لا شيء أسطوري ورب الكعبة. بس الهجولة بتكون أسطورية أكثر. Disrespect, man, but you can't drive for shit. Uh-huh. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. You such a good gunman, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. قص عليه وربي. جاب راسه قال له أنت قوي في الأيم. خلاه يقتنع إني أنا أسوق. خذهم من منطقة البلس. نجلد عينهم. هذه بنر لورد كذا أتاك تعطيهم الحين. Okay. To the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. أفا وش قصده؟ أنت بتصدم شجرة وتقتلنا. هذا نفس نظام ببجي. يوم واحد غشيم يسوق وينكب التيم. السلام عليكم. شوي واجيكم يا شباب. يلا 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 جايكم يلا. لا يموت الحماس لا يموت الحماس. وينهم هنا؟ شوف شوف الدخلة. واه وين النحشة وين؟ اوه هذا عشان الكفر عرفت؟ الافلام بالريوس دائما تشوفها كذا. الزجاج اللي ورا ضد الرصاص. عندي موتر في الجراج لو تذكرون في نهاية الحلقة. تم تجديد السيارة وغيروا لونها. الله ينكبك. اوكي مرة ثانية تم تغيير السيارة تغيير لون. Yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. حبيب حبيبي يا بيج سموك والله انك كفو. يفهم يفني كذا ما في فلوس. والله احلى تحية. الحين طلع لي ميشن هنا وطلع لي ميشن هنا. نشوف هذا وش عنده. غزو المنازل. اركن الشاحنة بالقرب من البيت واسرق المسدسات قبل طلوع الشمس. ابشر. ادخل الى منزلي. والله انا ذكر هذا اشهر مشن في جراند. هذا اللي ما ختمه ما ذاق الخوف وال عليك ان تبقى صامتا طوال الوقت. اضغط سين. ايوه اي والله ايش اخر. تاكد من عدم وصول شريط الضوضاء الى الحد الاقصى. هذا مشن الارتباك اقسم بالله ما حد ينساه. اتوقع ما يمديني اجلس اول ما اخذه. اكيد ما تقدر تمشي. الله يصبرنا عليك. اوكي الاول قريب. في واحد في الغرفه عنده جنب السرير اذكر بسرعه. بس وربي الجرافكس يا شباب رهيب والله رهيب. بس تحسن كبير جدا. اوه صندوق ثاني هنا. المشكله الحشره كلها في الوقت. بسرعه توني استوعب. وين افتكينا من هذا؟ اسعد الله مساك. عاد انا في محاكل الحرامي كذا صراحه. اوه في اثنين فوق. ايه علينا يا اخي. بالشتقن عطى في راسه. شخير كاتب لي ترجمه. ما احتاج ترجم لي. ليش معوق راسه كذا؟ والله من الخوف الظاهر. نوم العافيه يا مدير. اوه شتقن عند راسه. النحشه يا ولد النحشه. والله ودي اركض كذا اخربها على اخر واحد. حاشنا حاشنا سريع. Let's get a party. You see I told you simple. Very simple man. خبرة كبيرة حرامية هنا. يمكن القيام بعمليات سطو في الليل عندما لا تكون في مهمة. اوكي. في بيوت كثيرة يمكن كسرها وسلبها من اصحابها. احنا ناس محترمين يا. يجب ان تدخل هذا النوع من الفان لتبدأ عملية السطو. اوكي. اوه انا اقول المشن هذا غريب في هالمكان. طلع عند الدب. اي اي سي جي. اوه اخوه هنا. Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You want to roll? Yeah, for sure. من هذا جيفري. يا اخوي اقسم بالله ايش تسوي يوتيرن هنا؟ تستهبل انت؟ It ain't Jeffrey no
مو هو بنت اللي تسوق، هذا اللي يسوق. يا شيخ طلع سجلها وحنا مطلوبين. عنب. What's happening with you, Jeffrey? Hey man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. اللي صار داخل السجن خله داخل السجن يا أخوي. وش يسوي مصيبة توه طالع من السجن هذا؟ وش يبي؟ اذهب وقم برن جرس الباب. يبي ينتقم من واحد الظاهر هذا اللي فهمته. Freddy. I'm coming for you, you motherfucker! أوه جينا عند المكسيكيين. حلوين حلوين. أوه والله المشن هذا رهيب. تخيلوا يعني أول مرة تسوق كذا أو تلعب زي هذا المشنات. والله العظيم شعور كان رهيب جدا. بس الحين جرافيكس أفضل. أوه ضيعني والله. وين بتروح مني؟ ندخلك في العمود أنا. أوه شيت الحادث يا رجال. اقسم بالله ما في فيزيائية في دراجته كذا يمشي 200 ويلف بكل سلاسة يا اخي. يرم تكفى. انا اريد انزل. اوه نزل. اصبر اصبر اصبر. اجت هنا 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 يا طدول. فكوه من السجن بس عشان يتوظف في مكان معين. وينك يا اخوي؟ اركب بسرعة. فهذا اطلاق السراح المشروط. الله الموت الرهيب هذا. تعال تعال تعال. لا 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 مش هو دورية الحق يا اخوي. بسرعة بسرعة يا ثقل. الله ينكبك. وش المكان رهيب هذا. الشاطئ الشاطئ خلنا دقيقة يا اخوي. والله لازم استعجل ذكريات الشاطئ هذا. الله 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 الله. هذا نفسه يا شباب في الاجزاء شو اسمها اللي جت بعد سان اندرس. جاب الهليكوبتر. مش قدام الناس يا اخي. مش قدام الناس. خربنا عليهم الجو والاستكنان. والله يا اخي المساحة هذه كلها ما عجبتك صوب العمود. اوكي وصلنا. يا ولكم يا ولكم. الحاش بسرعة. تعال يا بعد حي. تعال انت. هذا تقريبا من افخم الموات اللي موجودة. انا ابي. والله بالزنوب. خذي خذي موتري. ممتاز جدا. وات يهجول على طول. هو كذا حق هجولة ولا فقعوا ال... لا والله فقعوا ال... الله ينكبكم. خلوا الواحد يستمتع. خلنا نختم نطلع كذا. ايوه تكفى شوط رهيب. تكفى تكفى. الله عاد شلون اركب هاللقطه هذه. بس يا شباب اتمنى انكم استمتعتوا. ادعموني بلايك. اكتبوا لي في الكومنت اذا ودكم تشوفون التكمله. ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.